في السعودية أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور ضمن تحديثات على أهم بنود توظيف المواطنين، وتسعى هذه الخطوة لتوفير 340 ألف وظيفة بحلول عام 2024. الوزارة أكدت أن البرنامج تم تطويره بشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في تصميم قرارات سوق العمل. من أهم مزايا البرنامج وضع خطة توطين واضحة لثلاث سنوات لزيادة الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ودمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون 32 نشاطا. معنا عبر الهاتف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين. أهلا بك دكتور عبد الله إلى نشرة الرابعة. دائما ما نسمع عن برنامج نطاقات، وهذه المرة هناك نطاقات المطور. ما الفرق ما بين البرنامجين؟ شكرا لكم استاذ محمد. قبل ما ابدا يمكن اعرف شو نطاقات. طبعا نطاقات نقصد به نسب التوطين المطلوبه من كل منشاه حتى تستمر تقديم خدمات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لها. فكل نشاط في نسبه توطين له مختلفه، القطاع البنكي له نسبه توطين، القطاع الصناعي وقطاع المقاولات. ونطاقات اطلق في 2000 وعام 2011 بدأ ب 13 نشاط، وبعدين تطور وضع حد أدنى لاحتساب السعوديين في نطاقات 3000 في عام 2013، بعدين تطور البرنامج مع تطور السوق. عام 2014 أصبح 50 نشاط، وبعد ذلك 2016 أصبحت 80 نشاط. عام 2017 تم زيادة نسب التوطين لكل نشاط. فخلال هذه الفترة يعني تعقد البرنامج واصبح يعني حتى تصميمه مختلف عن البيانات السابقه. وايضا في نفس الوقت اصبحت نسبه التوطين غير محفزه، يعني الان تقريبا نسبه كبيره من المنشات اصبحت في نسب نسميها توطين امنه، يعني تعدت الحد الادنى. فقررنا خلال يعني العام الماضي فان مراجعه هذا البرنامج، وبالتالي يعني بشراكه مع القطاع الخاص كما ذكرت عدلنا في هذا البرنامج عدد من التعديلات التي ان شاء الله تكون في صالح السوق، صالح القطاع الخاص، وصالح يعني الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات. طيب دكتور عبد الله، انت ذكرت نقطه مهمه وهي شراكه مع القطاع الخاص. كان هناك الكثير من المستثمرين الذين يعتبون على الوزاره فيما يتعلق ببرنامج نطاقات، ويشعرون بأنه إجبار على توظيف نسبة معينة من المواطنين دون الاستفادة من هؤلاء المؤهلين من الشباب السعودي. كيف تعدلت هذه العلاقة وأصبحت شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؟ يعني احنا في وزارة الموارد البشرية وجميع القطاعات الحكومية يعني مؤمنين بالشراكة مع القطاع الخاص، ولا يمكن ان توظف السعوديين والسعوديات الا بالشراكة مع القطاع الخاص ونمو القطاع الخاص. ففي هذا البرنامج تحديدا عملنا تقريبا اكثر من 28 ورشه عمل فيها 23 قطاع تجاري ممثل فيها في هذه المنشات. ويعني على فكره كثير من المنشات هي متعديه الحد الادنى، يعني عندنا في نطاقات تقسم منشات الى اخضر وبلاتيني، البلاتيني هو يعني واخضر متوسط ثم بلاتيني، البلاتيني اللي هو تعدى الحد المطلوب. عندنا كثير من المنشآت واصلة لحد البلاتيني، فهذا يؤكد على أن القطاع الخاص يعني داعم ومستقطب للسعوديين. في نفس الوقت عملنا أيضا مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات الاقتصادية، وزارة الصناعة ووزارة التجارة وغيرها من الوزارات، في التشاور معهم في هذا البرنامج حتى يكون مناسب ومتوائم مع خطط القطاع الخاص. وايضا طرحناه هذا البرنامج طرحناه للعموم، يعني استشرنا العموم فيه وجدنا ملاحظات وعدلنا. فانا اؤكد لك ان هذا البرنامج يعني صدر بشراكه مع القطاع الخاص، وهو ان شاء الله في صالح الجميع ومزاياه تؤكد ذلك. طيب اسمح لي بسؤال دكتور عبد الله، هناك تحدي كبير، تتحدثون عن توطين 340 الف مواطن سعودي خلال الفتره الممتده حتى 2025، بالمقارنة وجود مشاريع أخرى تتحدث عن توطين ملايين المواطنين السعوديين. هناك فرق كبير بين الرقمين. أولا ودي يعني أؤكد أن هذه المستهدف 340 ألف هذا هو هذا التحديث الجديد في التطوير الجديد، وضعنا نسب توطين لثلاث سنوات قادمة. فالقطاع الخاص لثلاث سنوات قادمة
يعرف بالضبط ما هو المطلوب منه في نسب التوطين، وهذا يعني يساعدهم في التخطيط. هذه النسب ستوفر 340 ألف فرصة وظيفية، هذا الحد الأدنى لهذه المنشآت. ولكن هذا لا يعني أن هناك مشاريع أخرى ستخلق أو تعطي فرص أخرى. أيضا هذا البرنامج، برنامج بطاقات، هو متوائم مع برامجنا الأخرى. نصدر أحيانا، أو في السنة الماضية وهذه السنة، أصدرنا قرارات توطين، قرار مثلا توطين المهن الهندسية والمهن المحاسبية والمهن الاتصالات تقنية المعلومات، فهما مكملان لبعض. وفي هذا البرنامج يعني عملنا على دعم القطاع الخاص في أنه يكون سهل التطبيق ومتوافق مع خططهم. جميل. سؤال أخير فقط دكتور عبد الله، أنتم دمجتوا نطاقات أو النشاطات مع بعضها تقريبا الآن الرقم الأخير ربما من 80 نشاط إلى 32 نشاط، لماذا وكيف سيؤثر ذلك على توظيف السعوديين؟ طبعا زي ما قلت لك في الحديث، يعني مع تطور نطاقات تعقد الأنشطة أصبح عندنا 85 نشاط. رحنا حللنا هذه الأنشطة ووجدنا كثير من هذه الأنشطة متشابهة في نسب التوطين المطلوبة لها، وبالتالي دمجنا هذه الأنشطة المتشابهة في نسب التوطين مع بعض، فأصبح عندنا 32 نشاط اقتصادي أو تجاري، وبالتالي يسهل لأصحاب الأعمال التعامل معه. ربما يكون عندك سابقا كان صاحب عمل في منشأة يعني كبيرة لها كذا نشاط مطلوب عليها كذا نسبة توطين، الآن أصبحت نسبة التوطين أقل، وهذا زي ما قلت يساعد. إحنا حسبناها حسبة بحيث أنه يساعد في نسبة التوطين. أيضا ألغينا تصنيف الأحجام، كانت الأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وحتى هذه كلها كانت فيها تقسيمات، الآن أصبحت علاقة طردية. بحجم بزيادة عدد العاملين في المنشأة تزداد نسبة التوطين لكل منشأة على نسبة التوطين واضحة، وهناك حاسبة نطاقات موجودة على الموقع، يستطيع صاحب العمل أن يدخل اليوم ويشوف النسبة المطلوبة له هذه السنة والسنة القادمة والسنة اللي بعدها.